رب خير؟ ان شاء الله خير يا رب. كده يا رامي شكلك مش زي العادة، قول لي ايه اللي شاغل دماغك الفترة دي؟ يا ابني انا من ساعة ما زرت البلد وسبت امي وانا حالي مش زي الاول، حاسس اني بعيد نفس الكلام كل يوم، الكلام ما بقاش له معنى. شفت يا ابني الحوار كله اللي حصل؟
بس انت ما تعرفش ده مالك يا بابا؟ المكان شكله حلو يا ابني. يا ابني المكان شكله حلو بس كل يوم نفس الكلام، الباب 38 متر، مش عارف ايه، المدخل منكسر. قولها بضمير يا جدع. فيسبوك ودورت على السلطان حسن ده ولقيت لك شوية كلام. ده يا ابني حسن فتحي بيقول لك على الفور تنجذب عينيك لأعلى إلى السماء الزرقاء، وعندما تخفض رأسك لتدخل تتنزل عليك نفحات من الرضا والسلام ببركات الله جاء في أكبر قلب. سمعت انت دي؟ يا عم طب حتى سليم الأول لما جه أو فتح مصر قالك بمثابة الجبل الموجود وإنه أهم وأشهر مدرسة دينية في مصر وهو المكان للصلاة. يا عم عرفت أنت مدرسة ضريح؟ ضريح ده يعني ناس دخلت ورا المحراب، الناس اللي بتقول تبقى حاجة من هتصلي. خلص البروجكت ده النهارده عشان مش قادره اجي هنا تاني. هو ده بقى الايوان الاطول من ايوان كثره اللي الدكتور قال عليه. في راجل هناك، هو تعالى لما نروح نساله. بص، كان في مذهب للمدارس الاربعه، المدرسه الحنفيه والمدرسه الملكيه، وطبعا هناك في المدرسه المذهب الشافعي. وايه اللي هناك ده؟ اللي هناك ده الايوان اللي وراه في الضريح طبعا. بس عشان كده كان مكروه الصلاة في المكان ده. عموما دي النافورة اللي كانوا بيستعملوها عشان يظبطوا الجو، وكانوا بترطب الجو كده. بس كانوا بيوريكوا بعد المدارس الفتح مكتوبة بالخط الكوفي مكتوبة طبعا. ومش بس كده، لا انا هقول لكم كمان على معلومه ما اظنش ان انتوا سمعتوها قبل كده. شايفين الحته اللي فوق دي؟ هنا مكتوب اسم عبد الله النقني، وده كان كاتب اسمه بنفسه في الخط الكوفي. وتعالوا بقى اقول لكم على حاجه محدش غيري تاني هيقولها لكم. هنا بقى موجود اكبر ايوان، ايوان القبله. طبعا اليومين دول مش زي زمان، ما كانش فيه الميكروفونات والحاجات اللي تخلي الناس تتابع الامام وصل لايه في الصلاه، فبالتالي تكه المبلغ كان هو اللي يردد ورا الامام عشان تخلي الناس تسمعه. صح كده اللي بيحصل فيا ده؟ تلاقي ده لصاحبتي هنا. حافظ المكان ده حكايه. المكان ده يا رامي اتبنى على ايد السلطان حسن سنة 1356، بناها السلطان حسن عشان يكون ده مكان استراحته بعد ما يموت، بس ما كانش في قدره انه يدفن هنا. المكان ده بتصميمه الواسع والمعقد هو مراية لطموحات وعجائب العصر المملوكي، بس المكان ده قصته غريبة قوي، تعال اوريك ليه.
الممر اللي احنا ماشيين فيه ده شاف اجيال كتير بتعدي منه وشاف حواديت اكتر. الممر ده بياخدك في رحله من ضيق الدنيا لسعه الاخره. الصحن اللي احنا فيه ده بيحطوا اربع مدارس للاربع مذاهب. هنا كانوا بيعلموا الاطفال العلوم الاسلاميه وتحفيظ القران. المقبره دي اكنها منبع الحياه، اتعمل لتجديد الوضوء. وفوق النافوره القبه دي بتمثل الثمان ملائكه اللي بيحملوا عرش الرحمن. انا في الاول قلت لك ان المكان قصته غريبه بس تصميمه عظيم. شايف الزخارف اللي فوق دي؟ دي عشان تفكرك بالاذكار وكلام ربنا. بص كويس يا عمي على الارض، البلاطات دي مش مجرد ديكور، دول صور جميله لاشجار الجنه، الجنه اللي ربنا وعد بيها عباده المؤمنين. التفاصيل دي بتشهد برؤيه السلطان وايمانه بربنا. عارف المثل اللي بيقول لك تحت القبه في شيخ؟ اهو ده اللي كان قصدهم عليه. فوق هتلاقي كميه تفاصيل وجمال معماري ما شفتوش في حياتك قبل كده. مكان عظيم مش كده؟ طارق ما بصش جنبك عشان مش ده اللي احنا عايزينه. معلش معلش هاخد من اختكم ثانية واحدة بس، ثانية واحدة بس. بصوا البيمار ستاند ده اللي هي زي المستشفى نسيت اقول لكم عليها اخر مرة، دي من اعظم الحاجات اللي اتعملت هنا. ايوه ايوه صح، احنا خدنا الكلام ده في الجامعة. ايوه في من المؤرخين بيقولوا ان المدرسة دي كانت المستشفى. ايه ده؟ لا بصراحة ما كنتش عارفة المعلومة دي. طيب كان عندي سؤال جوه، ممكن تساعدني فيه؟ دلوقتي احنا في البلو بيلز. I'm ready. Go. لا لا شاور على حاجة هناك. ده اللي صاحبتي هنا. وانا كان الحته الاولى.